نغني أغنيات من الذاكرة الجماعية ومن ذاكرتي أنا الخاصة، صوتي وآلة العود مع فنان الحقيقة يعني عربوا على العود مثل كأنهم يعني عم بيغنوا، مثل كأنهم صوت. فوجودي مع زياد الأحمدية خصوصية كتير، يعني شغلة كتير خاصة وكتير بدها جرأة مني ومن زياد. يا حبيبي تنسى شو بدا في بالذاكرة، محطات مضيئة جدا، في بالذاكرة محلات شوي سودة بس فيها أمل وفيها تحدي لهيدا الواقع الأسود، فكله على بعضه هيك بيعمل شيء من المزاج اللي بيطلعنا شوي من هالكرب اللي نحن فيه. الحفلة دسمة بالمعنى التحدي، قديش الاشياء واضحة، ما في حدا يغطي على اي لحظة عدم تركيز، يعني نحن فوكس ساعة ونص ورحلة عم نعيش هالرحلة. وكأنه مفروض أنا وأميمة كنا نلتقي من زمان كتير، يعني ذوقنا وين الأشياء التحلية العربة، يعني هول الأشياء اللي بتلاقيهم بدون سنين الناس يشتغلوا مع بعض لحتى يلاقوهم، نحن ببروفا أو اثنين أو ثلاثة لقينا حالنا على نفس الموجة منفكر، عنا نفس الذوق بالموسيقى، وهي اقتنعت بأنا كيف بعرف أعمل أشياء على العود، وأنا طبعاً أميمة صوت استثنائي، يعني بفتخر اني عم اشتغل انا وياه. دوارين في الشوارع، دوارين في الحارات. الفن على طول موجود وعلى طول في طاقات، على طول انا بقول هذا الشيء، وعلى طول في ناس بيعرفوا شو عم بيعملوا بهذا المحل، بالموسيقى تحديدا، بالغنيه تحديدا. بس هودي الناس يعني هن بيشتغلوا وحدهم، ما في لا مؤسسه دعمتهم ولا للاسف وزاره. في عنا وزير كتير منحبه ومنقدره وعم بيركض قدامنا لحتى يشوف شو بده يفتح لنا بواب، بس إمكانيات الوزارة معدومة، فما في ينتج لنا، ما في يساعدنا بشي، في يفتح لنا الأماكن اللي هي تحت إشراف وزارة الثقافة. لا مش أنا لبكي ولا أنا لشكي. بغياب كل هيدي المقومات انه نقدر نقدم الاشياء للناس وتكون موجوده قدام الناس، حالتنا يعني بطيئه شوي، نتاجنا بيكون بطيء للانتشار، بطيء لل يعني ما في كل سنه نقدر نعمل شيء. بس انا بقول هون انه الفن أو الأغنية أو الموسيقى يمكن بدها معاناة لحتى يعني يكون في خلق لهيدي أو إبداع، الإبداع بده معاناة، بس تنفيذ هذا الإبداع بده رخاء